قناع ولا اقتناع مهاجمتك لترند الست مش ملزمة وعليتي عليهم وقلت لهم لا الست ملزمة إنها تعمل وتسوي وتعمل. أيوة طبعا مقتنعة. هو في حاجة اسمها إن الست متجوزة مش ملزمة؟ الست مش ملزمة ترضع، الست مش ملزمة تبات في بيت جوزها، الست مش ملزمة تطبخ. أيوة كده كلمي الكاميرا قولي لهم عشان الوش التاني، شوفوا الوش على التاني. على فكرة حتى لو مش ملزمة أنا كزوجة ده لو مش مفروض عليا ولا مطلوب مني فأنا لازم أعمله بطيب خاطر. فسيبك من موضوع الطبيخ عشان بيقول لا أو الطبيخ والست مش ملزمة وبتاع وأنا أصلا ما بعرفش أطبخ. قناع ولا اقتناع إنك تتمني تخوضي تجربة الزواج مرة أخرى؟ اقتناع طبعا. اقتناع طبعا بجد؟ ما قلتيهاش مجاملة؟ لا بالعكس، يوم ما ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني بالراجل اللي يحبني ويقدرني ويفهمني ويطبطب علي ويكبر بخاطري. الرجالة في حياة رضوى بيقربوا ولا بيخافوا؟ بقيتي بابا؟ بس هو في حاجة غريبة جدا. ايه؟ هما كانوا بيخافوا جدا. ما عندهمش حق. كملي. غريبة. بعدين أنا بقيت مش عارفة إيه اللي حصل. يعني بقى في لا عايزة أقرب عشان عايزة أفهم إيه اللي جوه الصندوق.